معاينة حكيم. واليوم بمعاينة حكيم رح نحكي أكثر عن الولادات القيصرية. بنرحب بضيفنا الدكتور فراس الفارس، أخصائي نسائية ومدير قسم البرامج بالرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما. صباح الخير دكتور فراس. صباح النور، يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك على هوا راديو روزنا. بداية معك دكتور فراس، إذا بدنا نحكي عن الاستطبابات الضرورية لأجراء العملية القيصرية. تمام، صراحة موضوع العملية القيصرية يعني هو موضوع مهم جدا بالنسبة لكل الأخوة المشاهدين، لأنه هو موضوع كثير بنسأل عنه. فبالنسبة للاستطبابات هي تنقسم لعدة أقسام، في استطبابات قطعية يعني يفترض أنه تكون عملية قيصرية حكما، وفي استطبابات نسبية ممكن أنه تتحمل الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية. فإذا بدنا نرجع على الاستطبابات القطعية ممكن نحكي على موضوع سوابق قيصريتين فأكثر، يعني قيصريتين أو ثلاثة في سوابق الجراحية للمريضة، فهي حكما حتولد قيصرية بعدها. نعم. مريضة عندها ضيق حوض واضح ومثبت، أيضا هاي المريضة حكما لازم تولد قيصرية. مريضة مثلا حمل توأمي بحالة واحدة فقط، أنه الجنين الأول يكون مقعدي والجنين الثاني بيكون جاي بالطريقة الرئيسية لحتى ما يصير شيء اسمه تشابك جنين. كل التشوهات الجنينية بشكل عام يفترض أن تولد بالطريقة القيصرية لحتى ما نأثر على الجنين إذا كان في عنده مشكلة وإذا كان قابل للحياة بعدين. نعم. بالنسبة للاستطبابات النسبية، طبعا هي الاستطبابات اللي بياخد فيها قرار الطبيب أثناء التوليد بالطريقة الطبيعية وأثناء الانتظار، أثناء انتظار المريضة أثناء المخاض، اللي هي ممكن نشوفها انفكاك المشيمة المبكر وهي حالة إسعافية. طبعا إذا كانت المريضة ما بتقدر تولد بالطريقة الطبيعية فمباشرة بيتخذ قرار بالولادة الطبيعية. إذا تأخر المخاض على المريضة سواء كانت، ممكن نحكي شوية مصطلحات علمية، ولود أو خروس. الخروس هي المريضة اللي بتكون أول ولادة لها. ممكن إذا كانت مريضة خروس والحمل مقعدي فهذا استطباب نسبي للقيصرية، بعض الدول بيولدوا بالطريقة الطبيعية. نعم دكتور. تمام. في يعني في كتير من النساء بخافوا من هي العملية، هل تعتبر هي عملية كبرى أم شيء روتيني؟ هلا هي اي عمليه بيصير فيها تدخل على البطن وفتح لغشاء البريتوان داخل البطن هي تعتبر عمليه كبرى، فهي فعلا هي من العمليات الكبرى والكبرى جدا صراحه. لانه هل المريضه هاي او هل الوضع هذا ممكن ياثر عليها بعدين وفي له مضاعفات ثانيه. نعم تمام. إذا بدنا نحكي دكتور إنه إذا صارت حالة يعني ولادة قيصرية، هل يمكن بعدها إنه مثلا بالحمل الثاني إنه يصير ولادة طبيعية ولا لا؟ تمام. هلا إذا كانت سوابق قيصرية وحدة يفترض إنه ينتظر عليها الطبيب في حال كان الاستطباب نسبي، ينتظر عليها الطبيب للولادة الطبيعية، واحتمال ولادتها الطبيعية هو احتمال يتجاوز 95%. ولكن للأسف حاليا في واقعنا عم نشوف انه الولادات اللي قيصرية واحدة عم تتولد بطريقة القيصرية، وهو شيء غلط لازم نوعي عنه الجمهور. يعني صارت قصدك يعني مجرد انه عملت اول مرة قيصرية صارت مباشرة بحولها للقيصرية بمرة ثانية. هذا الشيء اللي نحن عم نشجع عليه صراحة في برامجنا في الصحة الإنجابية حاليا، عم نوعي سواء الأطباء وسواء المرضى انه قيصرية واحدة لا يعني انه الولادات التالية تكون بطريقة قيصرية، ولكن في احتمال كبير انه تولد المريضة طبيعي. ولكن نعم. في عوامل كثير عم تلعب دور انه عم تزيد من نسبة القيصريات نسبة للولادات الطبيعية. يعني عم تقول دكتور نسبة، شو هي نسبة الولادات الطبيعية بالمقارنة مع القيصرية؟ انا رح احكي لك شيء مفاجئ صراحة. بالنسبة لعنا في واقعنا بسوريا رح نحكي نحن النسبة الطبيعية اللي لازم تكون بالنسبة للولادات القيصرية عن الولادات الطبيعية هي نسبة 5% من الولادات، من 5 إلى 15% عالميا يفترض أن تكون نسبة الولادات القيصرية للولادات الطبيعية. ولكن تصل حاليا في سوريا سواء في حالات السلم أو في حالات الحرب لحوالي 70% من الولادات عم توصل للولادة قيصرية. يعني ارتفاع كبير كتير، شو السبب دكتور؟ هلا ممكن يلعب دور الموضوع الاقتصادي عند بعض الأطباء، قد يلعب هذا الدور. حاليا نحن في حالة حرب أيضا، هذا كثير عم يلعب دور لزيادة نسبة العمليات القيصرية. ففي بعض المناطق المحاصرة في سوريا مثلا على سبيل المثال عم يفضلوا طريق الولادة القيصرية لأنه هي الأسرع. تعرفي أنت مريضة المخاض الطبيعي ممكن تطول فترة حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات أو حتى ممكن تطول 10 إلى 12 ساعة. نعم. ففي فترة الحرب وفي ظل استهداف النشافي داخل سوريا أحيانا كمان عم تزيد كانت نسبة الولادة القيصرية،
احيانا قرارات الاطباء بتكون شوي متسرعه في موضوع القيصريه، فما بننتظر نحن على المريضه ابدا. على سبيل المثال مثل ما ذكرت لك، صوابع قيصريه واحده مباشره ناخذها على الولاده القيصريه، فهذا الشيء عم بيزيد نسبه القيصريات وبيزيد بالتالي نسبه المضاعفات اللي بتنجم عن القيصريه. نعم. ختاما معك دكتور، اذا بدنا نحكي عن اجراءات اذا توفرت ممكن تخفف هي النسب العاليه للولاده القيصريه اللي حكيت لنا عنها. تمام. هلا اول شيء هي زياده نسبه الوعي بين الاطباء اللي موجودين. هلا اذا بنحكي على مستوى تركيا صراحه في وعي، ولكن مو كل شيء بينحل بموضوع القيصريه. لازم نشرح انه في مضاعفات للمريضه ايضا لحتى هي تقتنع بموضوع انه الولاده الطبيعيه افضل من الولاده القيصريه. فعلى سبيل المثال المريضه بعد الولاده الطبيعيه ممكن مباشرة تقوم وتمارس أعمالها اليومية بكل أريحية، ولكن الولادة القيصرية قد تحتاج إلى 15 يوم استشفاء بعد العملية، لأنه هي عملية كبرى مثل ما ذكرت لك. نعم. الشيء الثاني أنه القيصرية لها مضاعفات لازم الكل يعرفها، أنه من مضاعفات القيصرية أحيانا قد تسبب العقم بسبب الالتصاقات، قد تسبب مضاعفات كأي عملية جراحية على البطن. ممكن يصير في عندها المريضة قصور كليا، ممكن يصير في عندها المريضة أيضا التصاقات في داخل الرحم، ممكن يصير في عندها مثلا اندوميتريوز او هذا اللي بنسميه لداء البطانه الرحميه الهاجره. فهالمضاعفات هي ممكن تتفاداها المريضه في حال اختارت طريق الولاده الطبيعيه واذا كانت هي مناسبه للولاده الطبيعيه. نعم. دكتور فراس الفارس، اخصائي نسائيه ومدير قسم البرامج بالرابطه الطبيه للمغتربين السوريين سيما، شكرا لوجودك معنا اليوم ولكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. يا اهلا. عاينة حكيم.